السلام عليكم نجوم المضيئة، كيف حالكم؟ اليوم الأحد 22 من شهر آذار، إن شاء الله اليوم في حصة اللغة العربية سوف نتعرف على حرف جديد وجميل، ولكن قبل ذلك سأقوم بقراءة قصة قصيرة بعنوان قف يا قطار. أرجو منكم حسن الاستماع والإصغاء لها لكي تتمكنوا من الإجابة على الأسئلة واكتشاف الحرف لهذا اليوم. قصة اليوم بعنوان قف يا قطار. لبس فاروق وقمر ملابس صوفية وأسرعوا مع بابا إلى محطة القطار لاستقبال ماما، وفي الطريق لمع البرق بسرعة وسمعوا صوت الرعد القوي، ثم نزل المطر غزيرا. فتح باب المظلة ولبس فاروق القبعة، وقف سندوب يراقب قطيع الأغنام، وعندما رأى أصدقاءه أقبل إليهم مسرعا. قال فاروق: مسكين قطيع الأغنام يبرد من المطر. قال سندوب: لا تخف يا فاروق، أجسام الأغنام مغطاة بالصوف وهو يحميها من البرد. سمع الجميع صوتا من بعيد، طوطاق طوطاق. نظرت قمر وقالت بفرح: إنه القطار. كان القطار قادما بسرعة كبيرة، وكان الدخان يخرج من مدخنته وصوته يعلو، طوطاق طوطاق. صاح سندوب: قف يا قطار، قف يا قطار. ضحك الجميع وقالت قمر: أنا مشتاقة لماما. وقال فاروق: وأنا مشتاق لأمي. طلاب الرائعين، قبل أن أطرح عليكم الأسئلة التي تتعلق في القصة، دعونا نتذكر الحروف. هيا معا بصوت عالي: أ أو إي إب إت إف إج إح إخ إد إذ إر إز إس إش أص أض أط أظ إع إغ إف إق إك إل إم إن إه و إي. أحسنتم رائعين، أشكركم جميعا. السؤال الأول: أين يجلس الأشخاص لانتظار قدوم القطار؟ هل يجلسوا في الشارع؟ كلا. على الرصيف؟ لا. أين يا لارا يجلس الأشخاص لانتظار القطار؟ أحسنتي، يجلسوا على المقعد. هيا رددوا معي: مقعد مقعد. أحسنتم جميعا. السؤال الثاني: ماذا لبس فاروق لكي يحمي رأسه من المطر؟ ماذا لبس يا حلا؟ أحسنتي، لبس قبعة. معا: قبعة قبعة. أحسنتي يا حلا. السؤال الثالث: أين سار فاروق وقمر لاستقبال ماما؟ هل ساروا على الماء؟ لا. هل ساروا في الهواء؟ كلا. أين يا إبراهيم، سارة، قمر وأخوة فاروق؟ أحسنت، ساروا على الطريق. معا بصوت عالي: طريق طريق. أحسنتم. السؤال الرابع: ما هو الضوء الذي لمع في السماء؟ هل ضوء الشارع؟ كلا. ضوء القمر؟ لا. ما هو الضوء يا محمد؟ أحسنت يا بطل، إنه البرق. ضوء البرق، صوت عالي: برق برق. والآن أمامكم الكلمات الأربعة التي أجبتم عليها إجابة صحيحة. هيا معا: مقعد، قبعة، طريق، برق. أحسنتم رائعين، هذه الأربع كلمات التي أمامكم أجبت عليها إجابة صحيحة. انظروا إلى كلمة مقعد وكلمة قبعة وكلمة طريق وكلمة برق، هنالك حرف مشترك بين أربع كلمات. هل عرفتم ما هو الحرف؟ ما هو حرفنا لليوم؟ أحسنتم، إنه حرف القاف. قاف. إق. أعيدوا معي: إق إق.
حرف القاف وصوته إق جاء في الكلمات الأربعة ولكن بأشكال مختلفة حسب موقعه في الكلمة. في كلمة مقعد جاء حرف القاف وصوته إق في وسط الكلمة، جاء بعد الحرف الإم في وسط الكلمة بعد حرف الم. مقعد، أرأيتم حرف القاف وصوته إق؟ في كلمة قبعة، قبعة جاء حرف الإق في بداية الكلمة في أولها وعليه ضمة، جاء ويمد يده ليمسك في حرف الإب. في كلمة طريق وكلمة برق جاء حرف الإق في نهاية الكلمة طريق في آخر الكلمة. وفي كلمة برق، برق في آخر الكلمة، انظروا إلى شكله. أحسنتم رائعين. إذن حرف الأق له شكلين اثنين، دعونا نتعرف عليهم أكثر. في وسط الكلمة في كلمة مقعد وفي كلمة قبعة في بداية الكلمة جاء حرف الأق يمد يده لكي يمسك بالحرف الذي يليه، انظروا. أما في كلمة طريق وكلمة برق جاء حرف الأق في نهاية الكلمة في آخرها، هل يمد يده ليمسك في أحد من الحروف؟ كلا، بل يلف يده إلى الداخل قليلا لأنه لا يوجد حرف بعده لكي يمسك به. أحسنتم.